بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن كسو جرني كتابك أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أو اسكلها شيخ حافظ بن أحمد الحكمي الله نحرسته. كتابك وكي كدسنا سؤالي جواب سؤال شي تضبيت وانات يعني عاو بالله بين هدي الله يراهدو، وحين تهي ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ إن حجدة تصنيسا كلمة داس لا إله إلا الله كحق لوعاب ذا مجر الله مؤقية دليل كيد محوية. جوابتي وحيتهاي سؤال شهر ستبيت ونات، وحادل قول الله تعالى لقول كسويري شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال و اوغيسي ادوماديسا هو عدي محيالي مرقاتي كوع وحو عديا مجاهد وحولي الله واحكمي ان كو حق لو عابدا انو جيرين اسغا ما اوغي. والملائكه ملائكتنا وي مرق فورين يغونا، واول العلم اهل العلم يغونا سدوا كلي وي مرق كعايان، وهي كما ركعان ملائكتي أهل العلم قبا كو حق لو عابدين أنو جيرين الله ما أوقي. قائما بالقسط حالو يهي ألا مد ماركتي أتاقا عدالة مارك ملائكتي يا مؤمنين تو شهادة أي قرايان معناه هو قرد. قائما بالقسط وحالك وضع الله معناه خلقي يسيبو ما ملكو وضع ماركتي أتاقا يهي وح كلو يعني جيري كران مجران هدانو ألا أفضغين أما ألا ماركتي آنو قدرين أما ألا آنو ماركتي كالمينين مارك ألا وكان وحمامولا وكان وحارزوخا وكان أعماش هدادك كو أبال مارية وحي سمايونا وناك أما شرعة مارك عدالت بماركت ألا وتاقينية لا إله إلا هو مركز رسول علي كو حق لو عابدا مجر الله موقي العزيز اللواكي أتكادا الحكيم أي حكمة بدن. هو قوله تعالى القول كسو يروى الدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله وحد أغاتا وخطابك رسولك دعايا صلى الله عليه وسلم بغو حليها إلا كنت تذكر اللوجه ذا وحكى له علم ذي إرادان كسوك نو علمي قاس كسوك نو وآه كحق لو عابدا مجرو الله مؤقي مركتك وحا واجبك وحاين يقادان كحق لو عابدا مجرو الله مؤقي وإن الشهادة سقران وعلمنا يقول ليهين وآن جاهل لغن قنن فلما قال كود نوعي يرادان معناها علمي قادي علمك لكو درسو هذه معناها رسولك لله الله صلى الله عليه وسلم. أبو العالي ابن عيين يقول وحي ليهين آيادا نوحي لحريرتا وحي كوهرهي وددك دي أي ساعد وتماضو وقيامه أدعو وحدو قاتا ميال لما قنقلو إيا ميال لو عررين أن يجيرين اللهم أوي اللهم بامارتاي وحبت بادين كرام. يو قوله تعالى ألا قول كيسو يري الدليل واه شهادة أن لا إله إلا الله قول كالو يري الدليل واه وما من إله إلا الله كو حق لو عابدا مجر الله مؤقي. يو قوله تعالى ألا قول كيسو يري ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ألا
walad ma aanu samaysanin, walad waxaa la yidhaahdaa kala dhalaa la yidhaahdaa. Marka walad alla ma aanu samaysanin, wamaa kaana macahu min ilaah, isaga le jirkiisana ma ahaanin kula caabudo oo shariik ma aanu ahaanin. Marka shariik iyo mid wax la wadaago, cibaadadiis la wadaaga yaa alle laga anfinayaa. Marka laa ilaaha ila allahu yay la macno tahay wamaa kaana macahu min ilaah haddii la yidhaahdo. Marka yani ilaahyaalkii la anfiyey ayay marka aayaddani ka hadlaysaa, ma ittakhada allahu min waladi wamaa kaana macahu min ilaah idan la dhahaba kullu ilaahin bima khalaq. Haddii saasu ay dhacdo, ku kastoo la caabudaa wixii uu abuuray wuu la tegi lahaa. Wala calaa bacduhum calaa bacd, qaarkoodna qaarka kale yay waxay dooni lahaayeen inay ka sara maraan sida boqorada adduunyaduba ay u dolbaan, oo qof walba qalabo iyo adkaansho yuu raadin lahaa. marka waxaa laga hadlayaa ilaahyaalkii la anfinaayey. aayaddu ma sheegayso inay maaragtay allah inay macbuudaadkaasi ay ka sara marayaan ama ka sarreeyaan inay aaminsanaayeen ma sheegayso. mushrikiintuna saas maba lahaynba, oo ilaahyadoodu waxay leeyihiin waxbay uu noo shafeecaysaa moogiye, allaynoo dhoweynaysaa moogiye ma laha. ilaahay bay maaratay intay la tartamaan ay ka adkaan karaan ma laha. waxaa laga hadlaya hadda waa maxay? Waa ilaahyadii laftoodii, ilaahyadaas baatilka ah ee alla sukadii la caabudaayo yaa iyaga laftoodu yani dagaalami lahaa, oo midba midka kale inuu ka sara maro yuu raadin lahaa. iyo qowluhu tacaala shahaadatu an laa ilaha illa waxaa kaloo daliil u ah alla qowlkiisii uu yidhi qul low kaana macahu aalihatun kama yaquuluuna idan labtagaw ilaa dil carshi sabiila, haddii alla la jirkiisa ay jiraan kuwo la caabudo oo maaragtay cibaado mudan sida iyagu matalan ay sheeganayaan, idan haddii taasi ay jirto labtagaw waxay maaragtay raadsan lahaayeen ama samaysan lahaayeen ilaa dil carshi allihii carshiga u saaxiibka ahaa sabiilan jid bay u samaysan lahaayeen, ay ku caabudaan oo ay u dhowaadaan oo ay wax weydiistaan, taasay raadin lahaayeen. marka addoonkii faqiirka ahaa see looga dhigaayaa ku alle lala caabudo? taasay muxaqiqiintu yay maaragtay ay yidhaahdaan iyada sax ah. qowl kalaa jiro ah oo mufasiriinta qaarkood ay sheegaan idan labtaqow, taasi haddii ay jirto waxay raadin lahaayeen, jid bay raadin lahaayeen oo sacyi bay geli lahaayeen sidii allah maaragtay uga adkaan lahaayeen oo muqaalaba u samayn lahaayeen. marka haddii mid adkaado, kaasaa marka rabbi noqonaya oo cibaadadiina mudan. laakiin nimanka mushrikiinta haddayba og yihiin oo ay qirsan yihiin in waxaan ay caabudayaan laga adag yahay, siday marka maaragtay macbuudaad uga dhigteen iyadoo xaaladu ay saastoo ay ogyihiin inay maaragtay daciif ay yihiin. marka waxaan munaasaba inay ku hadleen mushrikiintu ma aanay dhihi jirin sida ahlucilmiga ay leeyihiin muxaqiqiinta ahi, ilaahyadeennu allay la tartamaan oo ay isku dayaan inay ka adkaadaan ma aanay dhihi jirin. waxay dhihi jireen way maaragtay noo shafeecayaan alla agtiisa iyo nooga ergeynayaano warkooda waa la maqlaa, allah warkooda maqla oo yeelaya. marka way ku taqarubi jireen, way ku tawasulayeen, way sii maraayeen macbuudaadkaas. laakiinse shafaacadii shafaaco khaldan bay sugayeeno iyadoo alla aanu idmin iyo waxay leeyin shafaaco waa iska leeyihiin, yaani gari gardaraba uma baahna idanka alle. markaasay makhluuqii alla u abuuray waxay ka dhigaayaan mid shafaacadii hanta, allana taa waa diiday. shafaacadan waa laga hadli doonaa aayadan noo imaan doona, walaa yamliku ladiina yadcuuna min duuni shafaaca, yacni kuwa alla sokadiisa ay baryayaan ama ay caabudayaan ma hantaan shafaacada. aayad kale qul lilaahi shafaacatu jamiica, shafaaco dhan allah iska leh, marku uu idmo unbaa la shafeeci karaa. marka markan ay leeyihiin qofka makhluuqaahi shafaac uu leeyahay isagu yaanuba alla idmine, waa shirki, taas waa nooc shirkigii ka mid ah. Qataada waxaa laga wariyay inuu yidhi labtaqaw ilaa dil carshi sabiilaa, yacni waxay dooni lahaayeen oo raadin lahaayeen inay allah u dhowaadaan, iyadoo xaaladduna ay tahay sida inaanu ahayn sida ay ugu sheeganayaan.
قتادة وحكى له لقوا إنه لو كان معه آلهة كما يقولون ما رتي كوفا السرايا هم آيات يا ساسع لو كان معه آلهة لو كان معه آلهة كما يقولون وحول لي مركة قتادة لو كان معه آلهة هديه ما رتي كوا عبادة مضان أي جيران أي لا جيران الله إذن لعرفوا له فضله ومزيته عليه إذن لعرفوا له فضله ومزيته عليهم ولا ابتغوا إليه ما يقربهم إليه هديب أي جيران معبودات كسي الشيغان آيان ويقرن لها آيان إن الله أكسر رأيه أو كفضل بدن يهي وحين الرادين لها آيان وحال أدوية سفيان الثوري سوى حلقه رينو إلى تعاطوا سلطانه وعيس كده إلى آيان إيه سلطان كيس ألا أي ماركتي قاتان أما أي جاران لكن هو ذلك سعيد بن جبير كوري يعني إن أي رادين لهايين جد أي ملكي قال لك زوليان لكن إنك هو ذلك اللي يرى هذا وان ضعيفة أما ضعيف جدا شخصنا من تيمية يا وركاس الشيغي وكتابك اسمه جمع الفتاوى كو الشيغي مرك آيات كاس يوكوا كلبا يا دليل عطوة قرد لقراءه يعني واجب تاين لقراءه كو حق لو عابدا ان انو جيرين الله ما اوغي سؤال شسيدت يا توانات ما معنى شهادة ان لا اله الا الله ان لقراءه كو حق لو عابدا ان انو جيرين الله ما اوغي معنى هذو محويه شهادة ان لا اله الا الله معنى هذو محويه جواب تزدي تمنات وحي نقطي معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإن لقى أن فيه مضنا شل مضنيا هاي إن لعابده إن لقى أن فينا يو وحلو يعلك سوهر مضنا شداس وعبادة مضنيا هاي لقى أن فينا يعني ما مضنوا وإثباتها لله عز وجل وحان رسوها يا مضناشدة لمضن يهي عبادة أو حق له اللي يهي وحال الله سوايا الله وحال الله سوايا وان لقام فينا يا كوكا مارك النفي إثبات باكو جرى كلمة ده وحال دي ديسو يهي وحاد أقرانيس وطسوغيس وحال دي ديسو ومحاي إن دولالك العبادة يوح كل يهين وما دوما أما ملائكة أما أنبياء إن عبادة يوح كل يهين بعد دي ديسا وحنا سوغيسا واتكو كوبيسا عباده الله كليه وحنا لهي الله با عباده مدن او عباديس اي حقته هي مد سوغان اي تهي وحن فعيسا اي تهي لتي لو بدبادايا مارك نفي اثبات با كجرا وحنا وديديسا وحنا وات سوغيسا مارك عبادتي مناش عباده لمدن يهي يا وحا لو ديدايا وحا لو يحل لك سوهر نوعي دونان هذا شرفتي دونها هي شان قيمتي دونها هي شان سببته متك عادك وقيمها بدني وكهوسيا عباده مضنان وقيمها ولي هي شرفتها الاوسيه ما غارسينيسو ان عبادها وقير عباده وقيب كياش ما غارسيسنا وكهوسيا ادونك سوا كهوسيا سو دون فضل الله مركوت كان فيني سام مضناشد عباده المضنا يتكأن في نيسا وحال لو يحال لك الصهر وحال نوسو غيسا الله كريا لا شريك له في عبادته مد لو ذاقا مجر عباده سمجر وعباده لو ذاقا مجر كما أنه ليس له شريك في ملكه وحان عباده لو ذاقا سيدا آن أجر كو هنشد لو ذاقا أو سماواتك إي أرضدي إيو خلقك يا إمارة تكون أنا عبودي نوح كلين ما نريه جر مشركين تو ويقر سنعين مركا دي تاقر سنيهين وحواجب كوا إن الله عبادة كو قاريالان عبادة ناسا كالي يلا سيدة ملكي قبع دول اللي ديين وح شريق ماله إيا وح للو ذاجي هو لو ذاقة ماله سيدة دول اللي ديين عبادة دينا وقرا مدى ماشي كجرينيهين وهالكا وقير مايان قال تعالى لو حوير ذلك بأن الله يعني وحا لصوى الشيء ولتعلمون دوغاتان
بأن الله ألا هو إنه يا الحق كي سوغان إيه آن ولغيس بزولينين إيه هو الرئي إيه دنبيي بلانتيس هو حق لكولان كيسو إن لارك الدون آخرة أما ذاتك وصوب بحين دون هو حق دين كيسو هو حق عبادة سنة هو مدة حق آه إيه وحنفع عيسى إيه ولغيت جيريسا يدا صح عبادي صح عبادوين كلا امير كلا لا يهدينا ايو ووح مارتي دينك لوغا بحاي وانما يدعون من دونه هو الباطل سيدو كلا ان وحي الله سكيس اي عباد يعني عبودايان اما اي بريايان انو ياي باطل ان سكنين وان مارتي تاغنين وان نفعنا ان لاين بل دبكي سو عديه او ضرر محقق له ولغو مارت لغو ايو وان الله سيدوك الله هو انه يهال علي كي سرايا ذات ام بو سرايا ومخلوقات كدن بو كسرايا حق الشرف ام بو سرايا وتلماما الله وا دمهستريين مغعي سي تلماميس كل وا دمهستريين سيدوك الله واو سرايا وقهرك وقهرنا ايو مخلوقات كي سودن وغالبك وكيهي واو مارت كسرايا ذات ال كبير هذا وين وذات أهان وي ومقعي سيد تلمامي سيد ويهين ووين دي سيد مارتي عظم دي سيد كم يتاهي إن رولكو مالنك قيامها ألا قبض دي سيد كجرو سموين كورنا من كل قوت كانت سيد كدو بيهين وحا وين دي ألا كم دا إن كرسي جي سأسو وموضوع القدمين أه وسماوات كي أرضو دابو واسع النقضي مركوها كوين واي sidoo kale kibriyaaga alle waxa kamida in adoomada maaratay foodahoodo ay alle gacantisa ay ku jiraan oo isagu hanto oo aanay tasarrufi karin alle inuu maarato oo idmo moogi marka kabiir marka leeyahay waa kibriyaaba tusinaysa waa tilmaan kasta oo dhameystiran waaye oo weyni ku tusinaysa sidoo kale weynida alle waxa kamida iyo kibriyaagiisa waxa kamida in cibaadaadka adoomada ay caabudayaan الله كريه أوليهي وأمديهي وبالله التوفيق